السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. اتفضل. أخ يريد أن يتزوج بزوجة ثانية، وسأل أحد الإخوة فدله على امرأة يعني ولكن لا تلد، ده القول الذي قال له. هل يجوز السؤال، هل يجوز أن يتزوج بامرأة لا تلد عقيم؟ هو على حسب حاله، يعني الزواج بها جائز، لكن وصية رسول الله تزوجوا الودود الولود، لكن قد تكون هناك قرينة تحمله على الزواج بغير الولود لعلة خاصة، فهو أدرى بعلته الخاصة، لكن في التقييد العام نحرص على الزواج بالودود الولود لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم.